السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. تسمية برنامجنا ببرنامج أرض السواد هي دلالة على كثافة النخيل بالعراق. أي شخص كان بالعهود السابقة لما يصعد في مرتفع عالي وينظر نظرة إلى وادي الرافدين ينظر إلى سواد بسبب كثرة النخيل. استمر هذا الموضوع إلى أن عرف العراق بموضوع النخل وموضوع أنواع التمور متعددة، أكثر البلدان تعدداً بأنواع التمور في العالم. واستمر هذا الشيء بالقرن العشرين إلى ما وصلنا إلى الثمانينات. مثل ما تعرفون أحداث الثمانينات ورعونة النظام السياسي البائد اللي أدخلنا بحروب، خسرنا الكثير والكثير، مئات الآلاف لا بل ملايين من النخيل، وخاصة في محافظة البصرة بعد ما كان العراق الأول تراجع بأحد السنوات إلى الثاني والثالث والرابع، العام وصلنا إلى السادس عالميا بإنتاج التمور. والخبر الأسوأ أن هذه السنة احنا تراجعنا إلى المرتبة السابعة. شنو الأسباب اللي أدت إلى التراجع هذا الكبير جدا بغض النظر عن الأسباب أو عدم الاستقرار السياسي؟ أين جهود وزارة الزراعة بهذا الموضوع؟ أين اليوم جهود الجمعيات؟ أين جهود الفلاحين وبساتين النخيل؟ ليش بساتين النخيل تجرف بدون سند قانون وتتحول إلى أراضي سكنية؟ ليش كثير من تمرنا يذهب إلى الخارج ويرجع لنا معلب وبأسعار أعلى؟ كل هذه الأمور راح نناقشها وراح نتكلم بهذه المواضيع عن المصيبة الكبرى، عن التراجع المستمر بموضوعة إنتاج التمور. خلينا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا هذا التقرير والمعلومات حول موسم إنتاج التمور. طبعا يعني اختيار الضيف يعني يكون دائما مهم في برنامج أرض السواد، حتى اليوم نعطي مصداقية حيادية. ممكن إذا اليوم نجيب جانب حكومي ممكن لا يخلي لك الامور ورديه وانتاج كبير بالتمور. اليوم جبنا مثل ما تقولون ضيف هو حيادي ومستثمر بهذا القطاع المنسي الصراحه، يعني معانا الاستاذ لبيب كاشف الغطاء مدير شركه ومشروع نخله. اهلا وسهلا بك ضيف عزيز للمره الثانيه او الثالثه في برنامج ارض السواد. على مدار شرفني هذا الشيء سنتين ونص. لا احنا لنا الشرف. الله يسلمك. طبعا احبه المشاهدين خلينا نعطي بعض المعلومات، يمكن المتابع برنامج ارض السواد المهتم بهذا الموضوع خاصه بالطبقه الفلاحيه الكريمه العزيزه اليوم علينا وعلى برنامج ارض السواد، انه مشروع النخله هو مشروع شبابي يهتم بموضوع النخيل، يهتم بموضوع الاعتناء بالتمور بالنخيل. اكيد راح يشرح لنا الاستاذ لبيب شارح لنا ايضا على هذا الموضوع. راح نتحدث وياه عن اليوم شيء منسي، اليوم اغلب البيوت قاعد تقسم، قاعد نخسر الثروه، اليوم ثروه النخيل، قاعد البساتين تجرف وتتحول الى اراضي. طبعا الاستاذ لبيب نرحب بك بالمره الثانيه. خبر اليوم يعني تراجع العراق للمرتبة السابعة، ليش تراجع للسابعة؟ هذا الشيء يعني كل أمر اقتصادي يعتمد على أحداث مو آنية أو فورية، يعتمد على أحداث تكون سابقة، يعني قبل سنوات تطلع نتائجها بعد سنوات، ما يطلع نتائجها بلحظتها ولا أنه يبين. فإحنا من هاي الأمور هي النخيل. نعم. آثار اللي احنا قاعد نشوفها هسه بتراجع العراق هو مو بسبب انه احداث اليوم او احداث، ممكن سبب عندك كوفيد اللي صار، ممكن انه عمليات قطع النخيل اللي كانت خلال السنوات السابقه. مثلا شنو علاقه كوفيد بالنخيل مثلا؟ هوايه مثلا شوف خاصه نعم. من تجاربكم انتم العمليه. نعم اكيد. نعم. كل شيء وقف بوقت 2020 ولحد اكو تاثيرات هاي، هواية من امور اللي احنا نحتاجها في النخله مثل المبيدات، الاسمده، التقنيات المائيه، الاكياس مال تكميم مال العثوق، هاي توقفت ب 2020 ما قدرت توصل. زين بس هو نقدر نقول انه واحد من الاسباب بس مو هو السبب الرئيسي. طبعا السبب الرئيسي تو كنا نعرفه انه تجريف صاحب الارض الزراعيه، لما الارض مالته يمد يمها شارع وتكون
انه موفره له انه يبيعها يقص النخله ويبيعها. ليش؟ لانه هو ما قاعد يحصل استفاده من هاي النخله. بس اكو خبر لطيف. نعم. يعني الشيء اللي احنا قاعد نشوفه هسه، احنا هسه بالعراق حاليا راح نوصل عتبه ال 20 مليون نخله. ازدياد. ايه ازدياد. ليش بانتاج التمر لا نتراجع؟ ها، لانه هاي النخل اللي انزرعها تقريبا 3 4 ملايين نخله انزرعت خلال 4-3 سنوات السابقه. مو منتجه. بعدها ما منتجه، بعد يعني تقريبا يمكن 10 او 20% منها منتجه. هسه مثلا مزرعه فدك الزهراء هسه بدات تدخل انتاج مال 6000 نخله جديده كما تطلع. هذا الشيء مثل ما قلت لك، هذا الوضع. النخله كل 4 سنوات، يعني انه لما تزرعها يحتاجها 4-5 سنوات خصوصا النسيجيه منها. نعم. يحتاجها هذا الوقت يلا تبدي تنتج. احنا اذا نريد نشوف انتاج حقيقي ويوصل العراق الى المراتب الاولى راح نشوفه بعد 4-5 سنوات. يرجع ممكن؟ ممكن يرجع، جدا ممكن يرجع. بس المشكله اليوم احنا دا نشاهد المنافسين انه مثل اليوم السعوديه، ايران، مصر، الجزائر. يعني ايضا هم ماشيين بسرعه اسرع من عندنا. صحيح. يعني ممكن راح نستمر ان نظل على المركز السابع. لا، هو ما راح نظل على المركز السابع. بالنهايه اكو شغله، السعوديه، الامارات، الدول اللي هي مصر اللي هي منتجه للتمور، القطاع الخاص او البنيه التحتيه لتوفير سهوله لتجاره التمور متوفره. اعطيك مثال انه عندنا احنا كنخله بشكل شخصي بالضبط. انتاج مالتنا مع ذيك السنه وصل تقريبا 19 طن، مو عدد كبير. صحيح. هالسنه صار 300 طن سنه واحده. ممتاز عندنا. ممتاز. اوكي، 300 طن. السنه الجايه متوقعين الى 2500. انا عذرا انه ما ارد اليوم يجوز اتدخل باسرار شركتكم. نعم. واذا ممكن تسمحون بالخدمه. الله يحفظك. مثلا 300 طن. نعم. ايش سويتوا بيها؟ احنا تقسيماتنا اذا بيها اسراع ممكن تطيح لها بجزء بسيط. لا لا لا. نعم. هو لا بالعكس. أتفضل. انه هذا الشيء انا احب انه لانه احنا شركه مجتمعيه نحب. نعم. انه يعرفون. نعم. وبنفس الوقت اللي يريد يسوي خليه يروح يسوي، يعني هذا الشيء انا احفز عليه. بس قبل ما ادخل هذا الموضوع خلي احكي لك هاي النقطه. تجربه. نعم. تجربه مالت العام كان عندنا كميه زهدي اريد نبيعها نصدرها. تصدير الزهدي هو اللي واحد انه صدق انه يجيب عائد به، واغلب المزارع الموجوده انه زهدي. تاجر من الهند تواصل ويانا قال انا استورد من عندكم بس انتوا عليكم الشحنه. قلنا ماشي. دورنا اكثر من 10 شركات شحن، ما حد يشحن للهند، يقول لي ماكو شحن عكسي، كله استيراد عندنا. اها. زين. يعني لازم يعني من الهند يجيبون؟ لازم. زين، هاي مو ترجع فارغه احسن ما ترجع فارغه؟ ها؟ اليوم الشركه احسن ما ترجع فارغه للهند. يقول لك انه احنا يجونا ناس يريدون يصدرون، نتفق وياهم بوقت انه التسليم يخلفون، فبطلنا انه يسموه شحنه العكسي اللي هو انه تصدر من العراق. نعطيهم بس نفط. ها؟ بس نفط احنا نصدر للهند. هو نصدر بس. بس خليه البرامج مال نفط شلون. ايوه. مقصدي انه بنيه تحتيه بعد لحد ما متوفره عامل انه نقدر نتوسع بقطاع. زين، ممكن تتفقون مثلا مع شركه خليجيه مثلا، شركه هي مثلا، يعني انا اذا اريد اصدر لازم انه اتفق يا اما ويا شركه مثلا بالخليج او بايران او بتركيا او بعد. هي تودي. هي تصدر. فاكو هوايه، يعني اكو شغلات انه مو مصير. السعر معقول اخذه بسعر معقول؟ طبعا سعر هو سعر السوق. ايش كذا هو سعر السوق عالميا لو داخليا سعر السوق؟ لا، هم التجار يعرفون انه عندهم ناس هنا يعرفون يعطوهم الاسعار المناسبه، والهاي يدزون مرات احد يشوف اللي يفحص المنتج. نعم. بمبالغ ماليه مثلا هذا التاجر الهندي لو يعطيك مثلا مكان وغير من هذه الامور. احنا سمعنا في بعض الاحيان ان الهند تطلب التمر بمقابل مثلا مكان زراعي. عن لحد الان ما وصل. كم اموال يعني؟ كاموال. اي كاموال. جيد. الشيء اللي احنا قاعد نسويه حساب احنا قاعد يصير عندنا التمر مقسمين الى عدة اقسام. قسم انه عندنا رطب اللي نزل هاي اول موسم احنا ننزل. نعم. رطب، ورطب كان به فتشي كلش يعني فتح حقائق كلش مفاجئ انه عندنا ارطاب منسيه. يعني انت لما تنزل هسه مثلا على الاسواق تلقى يقول لك لو قصه عمران لو برحي. صحيح. بس بالحقيقه اكو جمال الدين، اكو شيراني،
اكو برن الايس، اكو طبعا احنا بننزليها على تطبيقات وبننزليها بالاسواق، وهاي صارت على التطبيق، صارت مع التطبيقات مثل ليمونه والتوتورز. هاي هاي اصناف ما كان احد يعرفها، اصناف يعني هي مو جديده، هي قديمه، بس انه اصحاب العلوات لانه شلون الطريقه انه المزارعين ينزلون يودون للعلوات، يا بهذا شو اسمه؟ خليه اسطى عمران، خليه هو مو هو بعيد، هو بعيد. نعم زين، فهاي الارطاب. الجزء الثاني اللي هو الالوان اللي هي غير الزهدي والخساوي، مثلا البرحي اللي يكون تمرتها جافه، فهي عندنا تتقسم حجم كبير للحشن، بربن، خوش، اللي يبقى هم من الارطاب، يعني انه ارطاب ينزل ارطاب، ومرات انه ينزل هم الوان. هذا يتقسم حجم كبير، حجم وسط، حجم صغير، وكل واحد له منتج مالته. وبعدين عندنا الزهدي والخستاوي، الخستاوي هو معروفين جبس، والزهدي هو يتعلب وينباع. تقسمه. قسم. ممتاز. طبعا احبة المشاهدين، من يعني اخطر الامور اللي يعانون منها اليوم والمهتمين بموضوع التمور والنخيل هي الامراض اللي قاعد تصيب النخيل، حتى الفلاحين يعني اكو بعض الفلاحين او بعض البساتين ابتعدوا عن هذا الموضوع، تربية النخيل والاستثمار به بسبب الامراض حقيقة. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا هذه اللقاءات مع الفلاحين مهتمين باليوم النخيل. استاذ لبيب، يعني معاناة كبيرة جدا اذا نبديها مثلا بالجفاف. احنا ندري اليوم النخلة ما تحتاج كميات مياه كبيرة جدا، ممكن معتمدة على شيء بسيط. شنو تأثير الجفاف اليوم على النخيل؟ هو تأثير الجفاف حيكون واضح جدا على جودة المنتج مالت النخلة. يعني النخلة هي ما تحتاج هواية مي، ممكن ب 20% من كمية المي اللي هي تحتاجها إذا توصل إليها تقدر تطلع تمر، مو ما تقدر تطلع تمر. بس يبقى شنو؟ يبقى هو جودة التمر اللي راح تطلع، هل الجودة زينة أو لا. فالطريقة اللي احنا قاعد نسويها قاعد نحاول نخفف من عدد الأثوق اللي تطلع بالنخلة في مناطق في النخيل اللي قاعد يوصلها مي قليل، أو أنه تتأثر بالجفاف على مود يصير تركيز، يصير تركيز عام، جودة التمر تبقى شوية عالية. نعم. النخلة ما راح يعني بالنهاية ما راح تموت، يعني هاي سبحان الله، النخلة هي مقاومة بالحرارة ومقاومة، وتعتبر من النباتات اللي تقاوم بالصحراء، تقاوم التراب الملحية. بس بنفس الوقت لما نحكي شلون تأثير على إنتاج التمر، هي راح تأثر هواية على إنتاج التمر. فالخطة اللي لازم واحد يسويها اللي احنا قاعد نشتغل عليها هو موضوع تقنين او عمليات الري بالتنقيط. نعم. هاي طرق الري الحديث، طرق الري الحديث. نعم. هاي موضوع جدا مهم، جدا يساعد الفلاح على انه يسوي. هسه راح تقول لي تقول لي غالي، صحيح يعني عقل. انا لي فلاحين يعانون من موضوع المياه، اتكلم واقول منين اجيب يعني. وللاسف لا اكو مصرف زراعي يهتم بهذا الموضوع، لا حتى وزاره الموارد المائيه ما نطت ارشادات قويه على هذا الموضوع. شو يسوي؟ شو يسوي؟ يجي يمنا يمكم، شو يسوي يمكم؟ احنا ان شاء الله يعني على السنه الجايه راح نطرح مشروع جديد اللي هو دعم النخيل. هذا الشيء مالته بشكل مبسط انه احنا ندعم صاحب المزرعه وصاحب النخله، نعطي انه مبيدات، اسمده، الاشياء اللي يحتاجها فرضا حتى اليوم توصل الصوره افضل للمشاهد. انا مثلا شخص عندي 50 نخله، 50 نخله، يا ابي شو اسوي؟ لو انا ما اقدر اعتني بيها ومي قليل وهاي، شلون اصير الاتفاق وياي؟ اذا انت عندك 50 نخله وما عندك مبالغ كافيه انه تعتني بالضبط، تمام، احنا حنقدم لك دعم. هذا دعم مقسم اما مالي او لوجستي، تستخدم هذا الدعم بتطوير المزرعة مالتك. بنهاية الموسم احنا حنجي نشتري من عندك المحصول مالت التمر كامل بخصم حسب نسبة الدعم اللي انت ماخذه. فهمتك. فمثلا اذا اخذت دعم كامل يكون اكو نسبة خصم، نصف دعم، ربع دعم، حسب. مثلا طلعت بهاي الموسم 5 طنون، تشتريها كلها. كلها بس تخصموا لي المبالغ اللي قد رعيتوه. هسه راح يجي سؤال انه بيا سعر بسعر السوق، ما راح اخذه بسعر الدوله. ايش قد سعره بالسوق؟ يختلف سعر الدوله عن يعني شركه انتاج وتسويق التمور.
اقل تكون لو اعلى؟ لا بغض النظر عن شركه الانتاج والتسويق، اذا نجي على مثلا عماره بغداد او هاي النخيل مالته او اي دائره بها نخيل، سعرها سعر التمر ب 100,000 للطن. بسيط جدا، بسيط جدا. بس السوق هو الحقيقه ايش قد؟ يوصل لل 900، العام الزهدي وصل لحد 1400. 1400 دولار لو 1400 دين مليون و 400,000. مليون و 400,000. مليون و 400,000 مبلغ جيد. مبلغ يعني جيد زين. عالميا بيش؟ عالميا سعر الكيلو يوصل يعني عالميا طن كطن. ها؟ كطن مثلا بالسعوديه بيش يوصل؟ عالميا سعر التمر بشكل عالمي تقريبا 2 الى 3 2000 الى 3000 دولار. ليش يمنا رخيص هالقد؟ هو حتى تروح على لانه انا قاعد احكي سعر عالمي بالنقل وبالهاي وبالتوزيع، فكسعر عالمي أي. هذا سعره، بس لما تيجي على منطقه لا تلقى انه اسعار انه مقاربه. يبقى الموضوع على حسب العرض والطلب، يبقى الموضوع على حسب انه منو يجي يشتري ياخذ كميات ويفرغ السوق ويبدا يعلق السوق انه فرغت. لا اليوم بهذا الموسم شاهدنا حقيقه تطور كبير جدا بموضوع التسويق. نعم يعني موضوع السله، موضوع هاي تجذب النظر بالضبط، تختلف عن المواسم السابقه. هاي الكم كان يد بيها؟ احنا كل اللي نسويه انه ننشر على طريق السوشيال ميديا، ننصح اي احد انه عنده مزرعه نطلع لفت، حتى بطريقه اختيار الصور بحيث يبين شلون يقدر يعرض ال يعني السله هذا الخوص شيء كله يجذب يعني يختلف. هذا الموسم يختلف جيد بالضبط، لانه بدا استاذ انه اكو هوايه شركات متخصصه بالتمور بدات تطلع تنتشر بالعراق. كم مثلا كمشروع نخله كم شركه صارت شبيهه لكم؟ احنا في قسم العنايه بالنخيل ماكو، بس في قسم المنتجات والتمور عندك شركه برحيه، واحدة من الشركات البصراوية، السعفة الذهبية، شركة بيتال هي من أرقى شركات التمور اللي موجودة بالعالم، هي شركة سعودية. دخلت بالعراق؟ عاد تعاون ويا لويس فيتون. لويس فيتون هي ماركة عالمية مال ملابس واكسسوارات. هاي جابها لها على مود يسووا لهم باكجات مال التمر. ودخلت بالعراق، هسه موجود عندها فرع بأربيل. يعني اكو شركات وصلت الى مرحله العالميه بموضوع التمور. اكيد نوصل احنا ان شاء الله. ان شاء الله نوصل اكيد يا اكيد الله. كل اللي نحتاجه انه اكو سلسله توريد نرسمها بشكل مضبوط، بحيث الواحد يعرف انه لما يزرع البذره مالته مالت التمر مالت النخله نعم نهايه الموسم شلون راح يحصدها. ممتاز. طبعا احبه المشاهدين، الحلقه الماضيه لبرنامج ارض السواد اللي كانت ميدانيه، رحنا زرنا منطقه الراجديه. هذه المنطقه من اهم المناطق بزراعه النخيل في بغداد، يعني من المناطق اللي بيها كثافه من بساتين النخيل. ايضا اليوم اهل البساتين عندهم معاناه كبيره بهذا الموضوع. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين، وشاهدنا الاخ خالد اللي حقيقة يعني كان لقاء جدا جميل. يعني استاذ لبيب العاملين بهذا القطاع. نعم. نترك اليوم مثل موضوع اصحاب الشركات او نترك موضوع مثل اصحاب البساتين، اليوم العاملين اللي يعملون بهذه الامور البسيطة، ايش قد تقريبا وظفتوا بشركتكم بهذا الموضوع؟ هسه لحد احنا تقريبا وصلنا الى 35 عامل. بين شنو بين صواعيد وبين عمال وبين سائقين وبين مشرفين عليهم على الشغل مالتهم. ممتاز. انت رئيس مجلس اداره؟ انا نعم. تعتبر ممتاز. هذه الفكره اليوم يعني جابت لكم شهره ونظره، لو جابت لكم ايضا مشاكل، يعني هذا الجانب له هذا اكثر شيء بصراحه. هي مشاكل جدا هواي، يعني احنا واحده خليني اشرح لك واحده من الشغلات اللي احنا هاي السنه اخذنا احنا مزارع في بعض المناطق خارج بغداد على مود انه نشتغل هواي. فبدل ما انه احنا نجيب موظفين موجودين بغداد اهل المناطق، اهل المناطق احنا نوظفهم ونشغلهم. ممتاز. اللي انه يقول لك يتفق وياك شيء وبعدين يطلع شيء ثاني، وبعدين يقول لك لما وقت الشغل يقول لك لا انا هذا اخذ اكثر. اللي يقول لك مثلا هاي
هاي هيك نوعها ويطلع نوعها ثاني. هوايه شغل يعني ممكن يقول لك نوع النخله هيك يطلع غير نوع؟ يطلع غير نوع. غير عندكم خبراء يعرفوها؟ مو هي الخبراء مالتنا يعرفوها، بس اكو بعض النخل يعني مثلا هاي النخلات اللي قلت لك عليها برن العيس جمال الدين، هاي لما احنا رحنا لهم قالوا لنا استعمار يعني يجوز يعني ممكن مو متقصدين او ممكن هم ما عندهم هذا الاطلاع. ما عندهم هذا الاطلاع. نعم. بعدين انه لما الخبراء مالتنا شافوها لا عرفوا انه الفكره من الموضوع اللي قاعد يشتغلون بهذا المجال بدأوا يحسون بملل من هذا المجال، بدأوا يحسون انه هذا المجال بدأ يضعف، انا كون اشوف لي شيء ثاني او شغل ثاني. احنا قاعد نحاول انه نسوي توظيف، قاعد نحاول نسوي رواتب ثابتة شهرية ضمان اجتماعي، ضمان اجتماعي، هذا الشيء يخليه يحفزه على انه يستمر بالشغل. بس انه لما تجي على شخص هو اكثر حياته مشتغل بشكل حر، يعني هو يطلع على الصعدة يطلع على النخلة وبعدين يجي يتوظف. وين مناطق تواجدكم في بغداد؟ بغداد من غير انه شوارع بغداد، من غير شوارع بغداد. بالبيوت احنا اليرموك المنصور شارع فلسطين زيونه، نص المحصول لكم من كل نخله بالبيوت تقريبا. اي اكون ماخذين نص وثلاث ارباع ربع حسب انه الزبون شنو اللي يريده. وكذلك يعني على اطراف بغداد عندنا التاجي، سبع البور، البعيثه. الراجدية ما رحتوا؟ الراجدية إن شاء الله على السنة الجاية. تخبل الراجدية أنا شفت. إن شاء الله السنة الجاية حقيقة راح نحاول إنه نطلع يعني بشكل أكبر. يعني أنا ممكن أريد شلون أوصل لك فكرة إنه برنامج أرض السواد أيضا يريد يساعد مشروعكم. يعني أنا راح أدليكم مكان يعني للأسف النخل بكثافة مو طبيعية، ولكن أنا شفت إهمال مو طبيعي العالم عاي فيه. هاي أحد أسباب الأمراض. تمر. عين تمر. عين تمر يعني روح لها. وعندي أنا يعني إذا تحب إنه صديق موجود هناك هو طبيب أو يعتبر يعني خبير مهندس زراعي التواصل يعني بساتين كثافة كبيرة لكن تاركيها يعني متروكة. للأسف كثافة صار فقط كبيرة جدا. ممكن أيضا عندكم بيها مشروع. أحد أسباب الموضوع الأمراض ذكرها الحجي لما أنت عندك مزرعة فتح 10 مزارع كلها معتنى بها، وكو من هاي العشر مزارع مزرعة واحدة مهملة متروكة يعني أصحابها تركيها وعايفيها والسعف. هاي هاي المزرعة حتتكون بها أمراض، هي تعجب. هي اللي تنقل. فشقد دولة 9 مزارع شقد ما يحاولون يكافحون مرات مرتين ثلاثة يعني احنا هم صادفنا هاي الشيء خصوصا بالشوارع والهاي داخل الشوارع كافحنا تقريبا 3 مرات بس ايش قد ما نحاول نكافح ما دام اكو نخيل ما معتنى به وينتقل هو ينقل الامراض. وين دور الرش الطيران؟ ليش اختفى؟ مو ما اختفى، هو اكو بعض المناطق طلع شيء قليل يعني شيء قليل. نعم استاذ اني بطلت اشوف انه وين دور الحكومه، اسال سؤال وين دور الحكومه من اول ما فتحت الشركه. ها. اذا اني ابقى افكر وين دور الحكومه وين شغل الحكومه وين هاي اذا توسع مشروعكم تشترون نخلص طياره صغيره ان شاء الله. ان شاء الله هاي الدرون ونطلعها ونخليها هي تكافح ان شاء الله. طبعا حبيت المشاهدين ايضا عندنا كان لقاء اخر في منطقه الراجديه وايضا تكلمنا على موضوع طائرات الرش والحقن واسعاره وغيره من هذه الامور. خلونا نشاهد هذا الفيديو راجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. استاذ لبيب نظل بموضوع الامراض اللي قاعد تصيب. يعني هل نقدر نقول انه الامراض اللي قاعد يصير عنصر مؤثر على مثلا تراجع الانتاج التمر بالعراق؟ اكيد الامراض هو يعني مسبب كلش قوي لانه تراجع التمر، لانه اذا هي نخله مريضه حتى لو طلعت تمر لما تيجي تحصل تشوف التمره مالتها يعني بتسوى تقطعها توديها علف، ممكن حتى اكو امراض ما تقدر حتى توديها علف كنت ذبه لانه هذا اكل حيوان هم يتاذى. صاير عندكم هيك حالات؟ الحمد لله شكرا لحد الان ما صاير. الحمد لله. بس احنا وايد انه سامعين ومتابعين احنا المحافظات اللي دخلت بها شركتكم وين؟ نعم. بغداد. بغداد وهسه حاليا على قريب الكوت. من ضمن الصويرة شمال الكوت. شمال الكوت بابل هذه الأمور بعد على السنة الجاية أنه إحنا قاعد نستهدف بعد ما تبتعدون بصرة هاي الأمور لو بالمستقبل. لا نأخذ بصرة إن شاء الله، نأخذ بصرة، نأخذ كربلة، بابل، ديالة،
الغربية. اليوم النموذج أو المثال الأجمل لموضوع النخي نقدر نقول فدك. نعم. يعني حقيقة فد شيء جميل وإيجابي حقيقة. تحية لكل العاملين بهذا المشروع. تحية. صار عندكم تعاون معهم، تواصل، ورش عمل مشتركة؟ هسه حاليا لا بعدنا، بس احنا حاضرين لهم فد شيء ان شاء الله حيكون انه تعاون. نقلة لهم بموضوع خصوصا الري. نعم. الري خصوصا الري كيف يعني؟ وانا اللي ادري بهم طرق ري حديثة اتوقع. صحيح طرق. شنو بعد التطور الاكثر؟ تكون انه طريقة بحيث يقدرون يحسبون كل منطقة قد شنو شوكت انه سووا لها اوفر او ري زيادة، ويا منطقة يحتاج لها ري تقليل بالري. ممتاز. هذه تكون فكره من شركتكم. اي، وتاخذ مساحات يعني مساحه المزرعه كامله بدون ما انه نعم نحط اي. احنا ندري اليوم ندري اهتمام مشروعكم يكون بالمنازل ببعض البساتين. حسب معلومات انه ظهر قانون في وزاره الزراعه. نعم. انه ممكن تاخذ ارض فارغه. نعم. وتزرعها نخيل. ليش ما دخلتوا هذا المجال؟ ما دخلنا هذا المجال لانه مثل ما يعني ذكرت قبل، احنا قاعد نركز على النخيل اللي هو مهمل. النخيل يعني اصحاب النخيل اللي عندهم نخيل وما قاعد يطلعون منه انتاج وما قاعد او انه يحاولون يقصوه، او هذول اللي احنا نحتاج نباوع عليهم ونحتاج انه نتعاون وياهم على مود نصعد اعداد النخيل او انتاجيه التمور. احنا ما راح نصعد اعداد نخيل بس راح نصعد إنتاجية. نعم. اكو هوايه يعني مثل ما قلت لك انه خلال هاي 3 سنوات 4 سنوات ازداد عدد النخيل من 17 مليون الى اعتقد 20 مليون. احنا رغم اليوم نتكلم بسلبيه خاصه انا بحب بدايه حلقتي انه العام 600,000 طن. نعم. هذه السنه متوقع 800,000 طن. متوقع انا كان سلبيتي الوحيد على التراجع العالمي. صحيح. هو احسب ترى اكو شغله انه هاي عاده ما اخذيها بالاهل المزارع. اهل المزارع ما يقصون ما يخففون من العثوك مات النخل، فسنه طلع انتاج قوي وسنه طلع انتاج. قالوا لي هاي مره رحت لهم قالوا العام كان مو زين هالسنه افضل. اي فسنه زين سنه مو زين، وهذا طبعا هاي الطريقه احنا ما نستخدمها، احنا نحاول انه نخلي النخله كل سنه تطلع انتاج زين. وهذا حسيت لما سالت السؤال قلت له انه برا 100 150. انا اشوف نخل دول الخليج ما شاء الله 200 كيلو ما ثلاث شغلات امراض هاي هو اللي ذكرها، بس اكو شغلتين هم مهمات اللي هو الاسمده والمي. استخدام اسمده كيميائيه او عضويه؟ اسمده عضويه او كيميائيه بغض النظر. طبعا يعني احنا باتجاه استخدام الاسمده العضويه. ممتاز. لانه احنا حتى قاعد ان شاء الله السنه الجايه في صدد انه انشاء مصنع لاعاده تدوير مخلفات النخيل لانتاج الاسمده العضويه. ممتاز. بس انه الاسمده هي ضروري للنخلة، يعني لو توفر ذن الثلاث أمور بالنخلة طلع لك إنتاج عالي ما عندها مشكلة. بس إذا كل ما أنه تقلل من ذني كل ما أنها كميتها تقل. نعم. طبعا أحبة المشاهدين بما تكلمنا اليوم يعني بنهاية الحلقة ببعض الإيجابية عن بعض اليوم لما نشاهد فدك مزرعة فدك نشاهد مشروع نخل المشاريع الأخرى اللي حقيقة راح نتفائل بهذا الموضوع. صح ممكن عنواننا شوية بتراجع الترتيب ولكن إن شاء الله خير إن شاء الله بالسنوات القادمة لا تتغير هواية من المعطيات والأمور. خلي نشاهد فيديو لمزرعة فدك. هذا الفيديو تقريبا صور تقريبا قبل شهر ونص. خلي نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا لكم أحبة المشاهدين. منظر مفرح الصراحة لما نشاهد هيجي مناظر رائعة بأعداد كبيرة جدا من النخيل. إن شاء الله نشاهد إذا الله خلانا عمر فت بعد 5 سنوات 10 تكون غابة جميلة من النخيل. خلي بما أنه تكلمنا بهذا الموضوع والأخ المتحدث ذكر دي يصير اهتمام ببعض النوعيات. يعني أنا أدري بالعراق التجاري هو الزهدي يعني لأسباب عديدة يمكن تحمله الظروف ممكن وغيرها من هذه الأمور. ليش مثلا تبدأ شاهد اتجاه مثلا لموضوع المجهول ما اللي هو مو عراقي؟ هو مو عراقي هو مغربي. بس المجهول حالة حالة الزهدي، خصاصة خصاصة الزهدي. شجرة تحمل كميات كبيرة تجارية
هاي واحد. اثنين قدرة تحمله على النقل والخزن أسهل من باقي التمور. حجم التمرة هنا يختلف بالزئبي عن الزهدي، إنه حجم التمرة أكبر طعمها. شنو أغلى نوعية؟ يعني كنوعية تجارية هو المجهول حاليا، هو أغلى شيء. حتى نوعية نادرة. نوعية نادرة أكو التمرة، يعني واحدة من تمر العنبر. هذا وين هذا؟ العراق؟ لا هذا بالخليج. تمر العنبر يعني كلش قليل، يعني يوصل كيلو مات إلى 30-27 دولار. غالي جدا. وأكو هم قرنفلي. قرنفلي هم موجود منه بالعراق. موجود. أي. بس هم نادر. هذا هم يوصل تقريبا 22-23 دولار للكيلو الواحد. قاعد أحكي. ممتاز. بس هذا إني مو تجارية. يعني هاي حتى لو تجيب هسه قرنفلي أو تريد تسوي مزرعة مالت عنبر أو قرنفلي، كميات اللي تطيع مقارنة بالكميات اللي يطيها المجهول. بس سعره أيضا سعره غالي يعني. أي مو أنت بالنهاية عندك طلب السوق. زين أكو فكرة من الأفكار اليوم، تعرف أنت موضوع تسويق الحنطة شلون يصير؟ نعم. من الفلاح للحكومة، الحكومة توزعه والزايد. نعم. الصدرة. نعم. أنت مع هذه الفكرة إنه الفلاح اللي أصحاب البساتين يسلموها للحكومة؟ نعم. ليش؟ وضع الحكومة الحالي اليوم حتى الفلاح يقول يطمئن إنه دبيعه. فاهم. إذا تريد تحكي إنه كوضع حكومة مستقر، فالحكومة ما مستقرة. للأسف صح. بهاي أنا ما قاعد أشعل هاي حكومة كوضع السياسي. كوضع السياسي. إيه هاي السنوات كلها. فأنت مثل ما إنه تحط رقبتك بيت شخص تم تعرفه مو مستقر. نعم. ففلوسك وراس مالك وهاي. يعني اكو صعوبه. اكو صعوبه بالموضوع. باشر عقب الحكومه مثلا تصير قويه تصير هاي ممكن تسوي هذا الشيء، بس هسه حاليا ما انصح هذا الشيء. هسه الشيء هالشغله اللي احنا قاعد نسويها هو تقريبا شغل اللي تسويه الحكومه، بس احنا قاعد نسويه بالقطاع الخاص. ممتاز. يعني انت مع فكره القطاع الخاص يهتم بهذه الامور؟ طبعا. يعني ابو المال يهتم ماله اكثر. بالضبط. كل تحيه والشكر لك الاستاذ لبيب كاشف الغطاء، مدير مشروع وشركه نخله، على كل هذه المعلومات، وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح. قبل ما اختم، عمر شركتكم 3 سنوات؟ عمر شركتنا من 2018 حتى الان صرنا تقريبا اربع سنوات. قد تقييمكم من 10 حسب الخطط اللي انتم خاليها؟ بصراحه حسب الخطط اللي خليها يعني الأهداف. بالنسبة لي أنا خاص. ايه. لا أنا بعدني أشوفني 10% يعني واحد من 10. واحد من 10 بس العاملين شايفين ناجحين هو. هم بعد. أنا المهم إنه عندنا 17-20 مليون نخلة. أنا ما أخذ من عندي 10,000 نخلة. لا قليلة. كل التحية لك. التحية لكل العاملين والسلام برنامج الرسوات. الله شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا حبيبي. أحبتي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. نلتقيكم بحلقات أخرى على الصحة والخير والبركة والعافية. إلى اللقاء.